ومن جديد من جد تحيتنا المسائية للجميع، مكملين معكم بفقراتنا لهذا المساء. طبعا وصلنا معكم لفقرة خطار. بفقرة خطار ذكرت في بداية الحلقة بأنه اليوم رح نحكي عن موضوع إنفلونزا الخنازير اللي هي كتير عم بتهدد دول عربية عديدة، وعم نسمع بحالات كتير عم تظهر بالفترة الحالية، وكتير من الناس بيخافوا منها وبيعتبروها إنها هي مميتة، لكن هي ممكن مثل الإنفلونزا العادية لكن بتفرق عنها ببعض الأشياء. اليوم رح نعرف شو الفرق بين الانفلونزا العادية وانفلونزا الخنازير مع الدكتورة الصيدلانية روان عبد السلام. اهلا وسهلا فيك دكتورة. اهلا فيك حبيبتي ايات، كيف اهلا لك؟ تمام، انت طمنيني عنك، امورك كلها تمام؟ الله يسعدك ان شاء الله، يا رب تضلي بخير. الله يسعدك. دكتورة، يعني دائما الناس هلا عم بتخاف من فكرة انفلونزا الخنازير تحديدا، وكل شخص مثلا مصاب بهذه الانفلونزا بتلاقي الناس بتتجنبه ممكن، وحتى مثلا الناس صارت تخاف من فكرة. أنا عم بشوف هلأ بالطرق بالشوارع العامة حتى الناس عم بتكثف مفهوم الكمامة، هي حلوة، ثقافة حلوة، بس هلأ صارت خوف فقط من موضوع انفلونزا الخنازير. خلينا نحكي في البداية عن انفلونزا الخنازير، هي نفسها الانفلونزا العادية؟ شو بتفرق عنها وكيف منميزها؟ هلا انفلونزا الخنازير اول ما بلشت بالخنازير، وكانوا اللي عرضه لها اكثر شيء البيطريين اللي بيتعاملوا بالخنازير واللي بيرعوهم بالحظائر تبعت الخنازير. بعدين في ربيع 2009 اكتشفوا العلماء اللي هو الفيروس H1N1، هو عباره عن مزيج من فيروسات اللي هو الطيور والخنازير والبشر. بعدين بموسم 2009-2010 منظمة الصحة العالمية طلعت وقالت إنه هذا المرض انتشر بين الناس وشكل وباء عالمي. بعدين بأغسطس 2010 رجعت منظمة الصحة العالمية طلعت وقالت خلص انتهى هذا الوباء، ولم خلص بطلنا نعده إحنا وباء عادي، بنعتبره سلالة عادية من سلالات الإنفلونزا عادي، حتى سموه إنفلونزا الموسمية H1N1. وخلص وصار في مطعوم، وإنه يعني المفروض إنه مطعوم الإنفلونزا، وحكينا قبل بحلقة سابقة إنه لازم يتاخد بشهر 10 اللي هو أكتوبر من باب الوقاية. فهو إذا بدنا نحكي شو هي إنفلونزا الموسمية H1N1، يعني ما حنسميها إنفلونزا الخنازير، هي عبارة عن عدوى فيروسية بتصيب الجهاز التنفسي بشكل سريع، يعني معدية هي بشكل سريع، عن طريق الالتصاق بالشخص المصاب، يعني في المدرسة، في المنزل، في العمل، عن طريق كيف بتنتقل، عن طريق السعال والعطاس، وعن طريق كمان ملامسة الأسطح الملوثة، يعني أي سطح ملوث منصيبه إحنا بإيدينا، ومنروح بعدين بنحط إيدينا بالتم، بالعينين، بالأنف، وما بنغسلها، هاي طبعا بتعدي، هاي مشكلة كتير كبيرة. تمام، طب ليش الناس بتخاف منها بشكل كبير؟ يعني هي مثلا، يعني أنا سمعت بأنه هي أعراضها ممكن حدة أكثر من الإنفلونزا العادية، يعني درجة حرارة ممكن أنها تطول، يعني تضل مثلا أسبوع 10 أيام درجة حرارة عالية جدا ما بتنزل، لكن هي ما مش مميتة زي ما الناس بتحكي، برغم أنه إحنا بنشهد حالات أنه مثلا فعلا أنه عم بيتوفوا بسبب الإنفلونزا. طب إيش، خلينا نحكي الحالة اللي بتأدي يوصل الشخص المريض لا سمح الله للوفاة، وليش أعراضها جدا مخيفة عند الناس؟ هلا شوفي، إذا بدنا نحكي عن الأعراض، هي طبعا تتشابه مع أعراض الإنفلونزا، يعني في عندنا سعال، في عندنا عطاس، في عندنا احمرار بالأنف وانسداد بالأنف وسيلان، وفي احمرار بالعينين ودموع، في كمان عندنا حرارة، والحرارة هون اللي بفرق بينها وبين الإنفلونزا العادية، إنه الحرارة هون بتكون أساسية وشديدة. بالإنفلونزا العادية بتكون مش أساسية الحرارة، يعني بتكون أخف من H1N1. بعدين السعال عندنا بيكون مع بلغم في الإنفلونزا العادية، بالإنفلونزا H1N1 بيكون جاف، ويعني سعال جاف وشديد. صحيح. كمان تطور الأعراض بالإنفلونزا الموسمية بيكون سريع، بالإنفلونزا العادية بيكون أبطأ، يعني بسرعة بتتطور معنا الأعراض، يعني خلال يوم، بعد يوم أو 3 أيام من الإصابة بالعدوى بتكون تطورت الأعراض. فهاي يعني كمان من الفروقات المهمة. كمان الصداع بيكون أشد بال H1N1 منه بالإنفلونزا العادية. كمان ضعف الجسم والهزال اللي بيكون وضعف العضلات بيكون كتير أشد بال H1N1 من الإنفلونزا العادية. هاي يعني بشكل عام الفروقات بينهم. هلأ
سؤال كثير حلو سالتيه، كونه احنا هلا عم بنعاصر هذا الشيء، لانه صحيح. الاشخاص كلياتهم عم بيعتبروه زي كانه وباء وعم بخافوا يعني كثير من موضوع الاتش 1 ان 1. هلا كثير حلو هلا نعملها وقايه ونحكي كيف سبل الوقايه، بس لازم نحكي انه هي بالنهايه الانفلونزا عادي، يعني الشخص العادي اللي ما عنده اي امراض مزمنه او خلل في الجهاز المناعي عنده بيكون فلو عاديه، بده ياخذ قسط من الراحه، يقعد بالبيت، ياخذ سواء ادويه تخفف الاعراض. هلا ادويه عادي بنعملها معامله نفس الانفلونزا العاديه، الاعراض البسيطه وما عندوش هو مشاكل اوريدي، ما عنده امراض مزمنه، هلا بدنا نحكي مين هم الاشخاص، ما عنده اي مشاكل تسبب تطور هاي الانفلونزا. لانه على فكره انا حابه احكي شغله، حتى الانفلونزا العاديه باي ذا واي يعني كمان ممكن خطيرة. تكون مميته وخطيره وقاتله، وفي كثير اشخاص حول العالم بيموتوا منها. صح. لانها ممكن يعني تتطور الاعراض فيها توصل لالتهاب رئوي، النيمونيا، تسبب دخول المستشفى وقد تسبب الوفاه. واللي عندهم امراض مزمنه ممكن يعني تتطور عندهم الامراض المزمنه، فهي كمان يعني بشكل عام كمان يعني مش هذا الهاله اللي معطينها للانفلونزا الاتش 1 ان 1 لهالدرجه ترعب الناس، يعني صحيح. اذا كانت اعراض بسيطه زي ما حكينا لازم يترك لجهازه المناعي الراحه، ياخذ نوم اهم شيء كمان، سوائل ساخنه، اليانسون كثير بيفيد وبيساعد، الشورب الساخنه، ناخذ الادويه البسيطه اللي هي بتخفف من الاعراض، مضادات الاحتقان، المسكنات الالم زي الايبوبروفين، الباراسيتامول، وبخلص يعني هي بتاخذ وقتها وبتخف. بينما وين هي ممكن تكون يعني مخيفه؟ بالضبط هاي النقطه بدنا نركز عليها، متى عن جد توصل لمرحله انها تكون مخيفه ولا قدر الله مميته؟ هلا بالاشخاص اللي في عندهم بيكون امراض مزمنه، يعني عم نحكي عن امراض الكلى، امراض السكري، امراض الضغط، امراض القلب، طبعا احنا بنخاف من تطور، يعني هم اصلا اوريدي يعني المناعه عندهم ضعيف وجسمهم ضعيف، بنخاف من تطور هاي الامراض المزمنه عندهم. صحيح. كمان الاشخاص اللي عندهم ضعف بالجهاز المناعي، يعني هلا الاشخاص اللي بياخذوا ادويه بتضعف جهاز المناعه، او اللي هم بيكونوا اصلا عندهم مرض نقص المناعه البشريه اللي هو الايدز، اللي بيكون عندهم ضعف بجهاز المناعة. هدول كمان بنخاف عليهم. الحوامل كمان كتير بنخاف عليهم من هذا الموضوع، مناعتهم لأنه أصلا قليلة. بالضبط، خاصة اللي بيكونوا يعني باقي لهم أسبوعين وبدهم يولدوا، أو كان عندهم حالة من قبل وإنهم يعني حالة إنه فقدوا حمل قبل. كمان الأطفال اللي أقل من 5 سنين وخاصة اللي أقل من 2، الكوادر الصحية اللي عاملين بالقطاعات الصحية أكثر صح. ناس أكثر ناس بيتعرضوا يعني بتعرضوا لهذا بالأشخاص المريضين. بالضبط، يعني هدول الأشخاص بيكونوا كتير يعني بنخاف عليهم. الأشخاص اللي عندهم مشاكل الربو والمشاكل بالجهاز التنفسي كمان بنخاف عليهم، لأنه ممكن هدول الأشخاص يصير معهم مضاعفات. شو المضاعفات اللي ممكن تصير؟ ممكن يصير في عندهم فشل في الجهاز التنفسي، ممكن يصير عندهم أعراض عصبية، يعني بيصير في عندهم نوبات يعني واختلاجات، هاي ممكن تصير معاهم. كمان ممكن يصير الالتهاب الرئوي اللي احنا بنخاف منه، النيمونيا، يعني هاي وتفاقم الامراض المزمنه اللي هي موجوده عندهم. فعشان هيك هدول الاشخاص دائما هم اللي يعني بنخاف عليهم، وهو الحالات الوفيات اللي حصلت، وهي يعني تعتبر يمكن الاخر شيء يعني اللي سمعنا عنه كانوا 7 وفيات اللي حصلوا عندنا في الاردن. صحيح. بالضبط عندنا بالاردن، كان بسبب انه عندهم هم اصلا امراض، يعني نعم ما كان صحيح. بس بسبب يعني مش بسبب الاتش 1 ان 1. صحيح. طيب انا في ملاحظه بس دكتوره، يعني في كثير من الناس بالعاده بتتعامل مع الانفلونزا بانها مثلا عارض ممكن يتعرض له اي شخص بفصل الشتاء، فلازم احنا نكون ماخذين خلينا نحكي العلاج اللي بيكون متوفر هذا خلص يعني كاحتياط موجود في البيت. يعني بتلاقي مثلا الاهل ابنهم مثلا صغير بحسوا عليه شويه حراره، مسكن او مخافض للحراره، دغري مثلا بياخذوا مثلا طريق انه في سعله، خلص انزل عند الصيدلي جيب لنا دواء سعله خليه مثلا نخفف هاي السعله او حتى تروح، مبين انه هو مريض او عنده هاي المشكله انفلونزا تحديدا. الوقت الحالي هذا الشيء صح؟ يعني احنا بيضل انتشار انفلونزا الخنازير، ممكن الام او الاب يتخذوا هاي الطرق ليحدوا فعلا من هاي الاعراض او يخففوها؟ خصوصا انا عم بلاحظ شغله كثير من الاهالي بسمع منهم هاي الجمله، بقول لك انه انا ابني عنده اعراض بسيطه بعالجها انا في البيت افضل ما اوديه على المستشفى المليان بالاوبئه، صح هذا الحكي ولا لا؟ هلا شوفي، بالنسبه للاطفال احنا حساسين معهم، بخاصه بهذا الموسم اللي عم بيصير فيه انتشار للاتش 1 ان 1، اذا نعم. كانوا اقل من 5 سنين لا، لازم انه اول ما يشوف انه الطفل صار عنده اعراض وأعراض انفلونزا هاي، وخاصه نعم. اذا كانت شديده لازم يراجعوا الطبيب، طبعا لازم
لانه الاطفال اللي اقل من 5 سنين احنا بنخاف عليهم من صح لانه صنفتيهم قبل شوي من الاشخاص الخطره بالضبط. فلازم انه يعني يراجعوا بالطبيب بهذا الموضوع وهو يشوف يعني كيف ممكن تبين اعراض الانفلونزا انها مختلفه. يعني خلينا نحكي في فحص دم او مثلا بس مجرد الاعراض انها مختلفه الطبيب يقيم الحاله. هلا بالنسبه لتشخيص H1N1 هلا الطبيب راح يلجا لانه يعمل تشخيص سريري ويشوف الاعراض على المريض. كمان في فحص بنعمل بياخذوا مسحه من الأنف ومن الجزء الخلفي للحلق وبيعملوا لها تحليل وبيبين معاهم من خلال هو التشخيص السريع اسمه لل تمام. طب طرق الوقاية حتى احنا نتجنب انه نتعرض ل خلينا نحكي انفلونزا بشكل عام بجميع انواعها وجميع حالاتها الخطيرة ولا مش خطيرة، شو ممكن فعلا احنا يكون في عندنا طرق وقاية في فصل الشتاء تحديدا؟ هلا خط الوقاية الأول أكيد مطعوم الانفلونزا نعم يعني لازم، بس هلا ما في مجال له، هلا كان المفروض بشهر 10 صح؟ لا هلا في مجال بيصير حدا ياخذه هلا بيتفاعل مع الجسم هلا شوفي هو يعني مطعوم الانفلونزا افضل وقت. ليش احنا دائما بنحكي بشهر 10 اكتوبر؟ لانه قبل ما يبلش موسم الشتاء عندنا بالاردن الجسم بحاجه لاسبوعين لحتى يكون الاجسام المضاده الانتي بوديز اللازمه للدفاع عن الجسم. بس مش معناه انه خلص راح شهر 10 نقول خلص راح وقته زي ما تفضلتي وحكيتي خلص فيش داعي ناخذه. يعني بزبط انه ناخذه بزبط بموسم الشتاء. يعني هو افضل طبعا انه بشهر 10 قبل ما يبلش موسم الشتاء بيكون جسمنا يعني الجهاز المناعي بنى مناعته وجاهز لاستقبال فصل الشتاء فصل الشتاء بس انه يعني مش معناه انه ما ناخده، بالعكس يعني كل يعني ناخده احسن ما انه ما ناخده، لانه زي ما حكينا ممكن تكون اعراض الانفلونزا كتير شديده فاحنا يعني ويا بقينا من اصابه بالانفلونزا يا بخفف من اعراضها فضروري اننا ناخده. يعني هاي نقطه مهمه اللي هو مطعوم الانفلونزا. وبهاي الموضوع انا كتير بشدد انه الاشخاص اللي حكينا عنهم اكثر خطوره هدول لازم انهم ياخذوا مطعوم الانفلونزا قبل الموسم، لانه هدول الاشخاص بنخاف عليهم. هلا كمان من سبل الوقايه النظافه الشخصيه اللي دائما بنحكي عنها، يعني اداب العطاس والسعال، يعني ما مش نعطس ونسعل مثلا بوجه الاخرين، لازم نستخدم المنديل نحطه نغطي فيه الكمامه ثقافه مهمه انها تكون موجوده ثقافه مهمه جدا وخاصه في اماكن الازدحام والاماكن العامه ضروري هلا يعني انه باي مش غلط على فكره انه مثلا نستخدم الكمامات لانه حتى نقي نفسنا وغيرنا كمان يعني هاي نقطه مهمه. لما يعني بنستخدم المناديل لما بنعطس او بنسعل كمان مش نحطها يعني في اي مكان او هيك، نكبها في سله المهملات، هاي شيء كثير مهم. بعد ما نعطس او نسعل ما نلامس عينينا والانف والفم وبعدين نروح نصافح حدا او نقول له العدوى، يعني هاي نقطه كثير مهمه. يعني كمان من النقاط اللي كثير مهمه اذا الشخص اجته السعله او العطاس وما كانش عنده منديل بيقدر من هنا الجزء الداخلي للمرفق انه يحطه هيك على الفم والانف ويغطي فيهم، لانه هيك ما بينقل العدوى زي لما بيحطوا ايديهم وبيروحوا بيسلموا على الناس. واصلا فعليا بهذا الوضع يعني مع انتشار الـ H1N1 والموسم الانفلونزا بشكل عام يفضل انه يعني صراحه موضوع التقبيل والمصافحه والهيك نقلل منه. يا ريت يا ريت عن جد هاي الثقافه تكون موجوده في مجتمعاتنا بالذات، يعني لما تروحي على مناسبه عامه وبهذا الوقت تحديدا من السنه كله امراض، اصلا الجو كله بتحسيه مو صحي من سبب الاكتظاظ والعدد الكبير، تلاقي كل المصافحه والتقبيل. انا بتخيل انه يعني حتى اذا بدك تعتذري بيزعلوا، فكروا انه انت يعني شخص شايف حاله لا مش لازم ابدا. يعني هلا فعليا حتى عم بحس انه في ناس خلص بلشوا انه يعني يمشوا بالموضوع انه خلص صح بلشوا بالضبط يعني بالمية. يعني الواحد يقي حاله مش يعني وما في داعي للزعل، بالعكس يعني هاي الامور لازم احنا نسعى لها. كمان لما انا مثلا اكون مفلوزه او انت مفلوزه وبتيجي وحده مثلا بدها تسلم عليكي، يعني ذوقا وادبا بتحكي لها لا معلش انا مفلوزه صح، انت نفسك يعني منك انت مش لازم يزعلوا، بالعكس لازم من الشخص نفسه هو يقول يعني معلش انا مفلوز عشان ما ننقل. يعني معلش يعني انا مثلا يكون شخص واحد مفلوز بس انت اذا بدك تصافحي والتقبيل والهيك بدك تعدي قديش كم حدا وبده ينتشر الموضوع، بالعكس احنا بدنا نحد من الموضوع، فهذا الشيء لازم يكون عندنا وعي فيه. وحتى فكره بتعرفي شو دكتوره، يعني مثلا لما بنروح في زيارات اجتماعيه بتكون خصوصا بعطله نهايه الاسبوع وناس بيروحوا بزوروا عيال بعض ومعهم اطفال، فحلو انا مثلا ذوقا مني لما مع عيله بدها تيجي تزورني ومعهم اطفال اخبرهم مثلا اولادي انا مفلوزين عندهم مشكله صحيه في فيروس عندي
بالبيت. مزبوط. فالاطفال اصلا بيلعبوا مع بعض وبينقلوا اكثر من بعض. أكيد. فانت ما رح تقدر تقولي للطفل اقعد ما تلعب، في اطفال عم تلعب، صح ولا لا؟ صح 100%. حلو كمان انه احنا نتقبل هذا الشيء وننقل هاي الفكر الجميل. كمان يعني من الاشياء اللي لازم يعني كمان نوعي فيها شغله الفناجين اللي بيتشرب من نفس الفنجان، فنجان القهوه، فنجان القهوه من شخص لشخص لشخص، هذا كمان معدي. يعني لازم احنا شغله التقبيل والفناجين القهوه ان ما يعني نحد من هذا الموضوع كمان، يعني يكون لكل حدا، خاصه في البيت عم نحكي. نعم. بتلاقي واحد مريض ما بيعزلوه عن بقيه اخوانه وعن بقيه الافراد العيله. صح. بنقول لهم العدوى بعدين اغراضه. ذكرتيني بقصه بعرف وحده بس ابي واحد اولادها يفلوز او يمرض بتنيم الكل جنب بعض، تقول لك ما هم كلهم راح يحيطوا بعض، كل واحد اسبوع اسبوع، لا كلهم خلينا يمرضوا مع بعض. يا حرام عليها. فعن جد يعني بتخيل مرات في ناس بتفكر افكارها جدا، يعني ممكن هذا الشخص او هذا الطفل يكون مناعته اقوى من اخوه، ممكن عليه بعدين ما ينعدي. بعدين ليش يعني حرام، ليش مصر انه تعديهم كلهم وليش العذاب هذا؟ صحيح. لا بالعكس يعني لازم تعزلوا عنهم، وكمان يعني تغيبوا عن المدرسه، هاي ثقافه كثير مهمه. مش يعني وديع المدرسه يرجع يعدي له كم من حدا بالمدرسه. صح. يعني هاي النقاط جدا مهمه. بعدين يكون يعني خلص يعودوا الاطفال انه يغسلوا ايديهم، هاي نقطه تغسيل الايدين قد ما يقدر الواحد بالمي والصابون، وتغسيل مش نحطها هيك تحت المي ونشيل، انه تغسيل مزبوط. وتابع يعني الام مفروض وتابع مع الطفل بهي اللحظه، تابع معه ادواته، يعني خلص اتعلموا انه انينه المي اللي لك لك وتكتب له عليه اسمه في المدرسه، ممنوع انه حدا ثاني يشرب منها او شيء. ادواته تكون له، حتى في البيت المنشفه. جميل. الاشياء اللي له له، ما بيصير انه مش يعدي اخوانه الثانيين. خلص يعني النظافه الشخصيه، وانه الواحد يكون ادواته له، خاصه صح. لما يكون في عندها طفل مريض ما تخلي البقيه يستخدموا نفس ادواته. سواء اذا كان له صحن اكل او كاسه. نعم. شرب، هدول تكون يعني على جنب يعني له بس، ما يستخدموها بقيه الافراد، او انها يعني تغسلها منيح وتنظفها منيح. جميل. يعني بصراحة أنا شايفة كل النقاط اللي حكيتها جدا مهمة، وهي مفروض تكون بثقافة يومية بحياتنا إحنا نعلمها لأولادنا. طيب يعني في حال فعلا أنه إحنا عم نعاني من هذه المشكلة، خلينا نحكي وانتشار الإنفلونزا بشكل جدا كبير، وبعض الأشخاص اللي بيعتبروها أنها خلينا نحكي زي الهجوم اللي فعلا الشرس اللي ممكن أنه يؤدي لحياتهم للتهلكة لا قدر الله، شو ممكن نوجه لهم نصائح أنهم كيف يتعاملوا بحياتهم نفس نفسيا ليستقبلوا اي حاله انفلونزا، انهم ما يهولوا الامور، ولا حتى فعلا انهم يتوسوسوا بطريقه جدا مبالغه فيها، وحتى انه يتخذوا ادويه. وممكن انا شفت ناس حاليا انه ممكن يروح على اكثر من دكتور ليتاكد، بقول لك ما بيثق حتى الدكتور، بقول له عادي انفلونزا عاديه ما فيك شيء. هلا شوفي بس صارت الناس تخاف كثير. انا عم بلاحظ هلا بالنسبه للانفلونزا لها علاج، بس لا يعني مش لاي حدا، احنا ما بنعطي. نعم. مضاد اسمه مضاد الفيروسات، انتي فايرال. نعم. وهون كثير ضروري ومهم نحكي انه الانتي بايوتيك ما بنستخدمها بهي الحالات، لانه هاي عدوى فيروسيه. نعم. يعني ما راح تفيد المضاد الحيوي ابدا، بالعكس راح يضر. مساوي مقاومه مضادات حيويه، بالعكس احنا بس نستخدم مضادات الفيروسات، ولكن هاي مين اللي بيقررها؟ طبيب. يعني انا هون نقطه كثير بشدد عليها، هلا بنصح فيها الساده المشاهدين، اي حدا عنده هلا انفلونزا يروح يصير بده يعني يحصل المضاد الفيروسات؟ لا، حسب الحاله. صح. اذا كانت الحاله بسيطه ما في داعي للمضاد الفيروسات. كمان مضادات الفيروسات او الانتي فايروس بيصير في لها مقاومه، وهي يعني الطبيب بيشوف حالة المريض والأعراض اللي عنده، هل هي إنه بحاجة. نعم. لأنه هاي المضادات الفيروسات هي فعالة جدا، يعني بس لازم تتاخذ أول يوم أو يومين من ظهور الأعراض عشان. نعم. ما تتطور وتصير في عنا مضاعفات. يعني عنا تركيبة اللي هي الأوسيلتاميفير، هاي التركيبة كتير يعني معروفة واللي هي المستخدمة، هو أصلا إدارة الغذاء والدواء يعني وافقت على 4 أنواع من الأنتي فيروس، يعني منها كان الأوسيلتاميفير ومجموعة يعني في من المضادات الفيروسات. فيعني هذا يعتبر علاج للانفلونزا الاتش 1 ان 1 في حال انه الطبيب شاف انه يعني بيستدعي حالته، بيستدعي. نعم. الاستخدام للمريض، يعني بتنعطى. نعم. بحالات معينه زي اللي حكينا عنها اللي هي الاكثر خطوره. نعم. بالضبط. هاي يعني النقطه المهمه في موضوع العلاج. نعم. احنا بنتمنى السلامه للجميع، بنتمنى الناس تاخذ الامور بشكل طبيعي. اهم شيء انا بركز على فكره الوقايه اكثر خير من الخوف، من احنا فعلا
انه ندخل في حاله مرضيه. يعني النصائح اللي ذكرتيها دكتوره اليوم جدا مهمه، بتمنى عن جد كل اللي بيتابعونا اليوم يكونوا عم بينتبهوا لهي النصائح حتى يعملوها ثقافه مع اولادهم في بيوتنا في مدارسنا في حياتنا اليوميه. شكرا لك دكتوره روان، نورتينا حبيبتي. دائما نستعد جدا بلقائك معنا. وانا دائما بسعد بلقائك حبيبتي ايات. اهلا وسهلا فيكي. اهلا لقائك وسهلا ممتع حبيبتي. اهلا وسهلا نورتينا لليوم. وايضا مشاهدينا احنا لهون بنكون وصلنا لنهايه استراحه الظهيره، بنتمنى لكم دائما حياه مليئه بالصحه والعافيه، ربنا يحماكم جميعا، وبنشوفكم باذن الله تعالى يوم غد بحلقه جديده في امان الله.